مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. قسم العلاقات العامة في مؤسسة الشهداء يعقد اجتماعا تداوليا لمديري شعب العلاقات في مديريات الشهداء. وفد مديرية شهداء البصرة يزور مديرية الخزينة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتعيين ذوي الشهداء حتى الدرجة الرابعة في مؤسسات الدولة. أحمد صامت حاتم طالب آخر من ذوي الشهداء يحصل على شهادة الماجستير عبر قناة مؤسسة الشهداء. ومن أخبار مؤسسة الشهداء نتابع. وفد المؤسسة يزور مديريات شهداء الرصافة ومدينة الصدر والكرخ ويؤكد الحرص على حصول ذوي الشهداء على جميع حقوقهم وامتيازاتهم. في زيارة ميدانية لعائلات الشهداء في مدينة الصدر، عضو مجلس الرعاية بشرى الموسوي تؤكد الحرص على الارتقاء بالمستوى المعيشي لذوي الشهداء. وفد مديرية شهداء البصرة يتابع سير العمل في مجمع الخالدون السكني في المحافظة. أكد وفد مؤسسة الشهداء حرص المؤسسة على حصول ذوي الشهداء على جميع الحقوق والامتيازات التي كفلها لهم قانون المؤسسة. وفد المؤسسة الذي زار مديريات شهداء الرصافة ومدينة الصدر والكرخ التقى عددا من ذوي الشهداء في المديريات الثلاث ووجه بحل المشكلات التي تحول دون حصولهم على حقوقهم. كما عقد الوفد اجتماعا ضم مديري وموظفي المديريات لمناقشة السبل الكفيلة بتحقيق أهداف المؤسسة في خدمة ذوي الشهداء وتعويضهم عن الحرمان الذي عاشوه في حقبة الدكتاتورية. قمنا بزيارة مديرية شهداء الصدر والرصافة والكرخ واطلعنا على سير العمل في هذه المديريات الثلاث، وكذلك تفقدنا كل الشعب التابعة لهذه المديرية، وتم الاجتماع بمسؤولي الشعب والاطلاع على سير العمل وطرح كافة معوقات العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها. جددت عضو مجلس الرعاية في مؤسسة الشهداء بشرى الموسوي حرص المؤسسة على تقديم كل ما من شأنه التخفيف عن كواهل ذوي الشهداء والارتقاء بمستواهم المعيشي بما يتناسب وتضحياتهم. الموسوي ولدى زيارتها عددا من عائلات الشهداء في مدينة الصدر قالت: إن رعاية ذوي الشهداء مسؤولية أخلاقية وواجب شرعي تقديرا لتضحيات هذه الشريحة في حقبة حكم نظام البعث البائد ووفاء لدماء الشهداء. قمنا بزيارة عدد من عوائل ذوي الشهداء في مدينة الصدر والاطلاع على ظروفهم المعاشية وما عانوه في زمن النظام البائد، وكذلك تقديم المساعدات المالية والمعنوية لذوي الشهداء باعتبار أن مؤسسة الشهداء هي الراعي الأول لذوي الشهداء.
زار وفد مديرية شهداء البصرة يرافقه عضو لجنة شهداء وسجناء السياسيين والضحايا في مجلس النواب علي الرباعي مجمع الخالدون السكني لذوي الشهداء في محافظة البصرة للاطلاع على سير العمل في المشروع. مدير مديرية شهداء البصرة قصي مسلم أكد أن شركة دورجة التركية المنفذة للمشروع ملتزمة بإنجاز المجمع في وقته المحدد، مضيفا أن المشروع يتضمن بناء وحدات سكنية مصممة على وفق أحدث الطرز المعمارية وبمساحات مختلفة. أهلا بكم من جديد. عقد قسم العلاقات العامة في مؤسسة الشهداء اجتماعا لمديري شعب العلاقات العامة في مديريات الشهداء لمناقشة المعوقات التي تواجه عمل الشعب وأفاق تطوير عملها خدمة لذوي الشهداء. التفاصيل في التقرير الآتي. في عالمنا اليوم تحتل العلاقات العامة مرتبة متقدمة لدى المؤسسات في أولويات تعاملها مع المحيط الخارجي من مؤسسات وأفراد، ومن أجل أن تنجح مؤسسة الشهداء في أداء رسالتها وهي خدمة ذوي الشهداء وتنفيذ قانونها الذي منح هذه الشريحة مجموعة من الحقوق والامتيازات، من أجل ذلك أعدت مؤسسة الشهداء خطة تقوم على فتح قنوات الاتصال مع الوزارة والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالخدمات المقدمة إلى ذوي الشهداء. وعلى طريق تنفيذ هذه الخطة عقد قسم العلاقات العامة في مؤسسة الشهداء اجتماعا حضره مدير شعب العلاقات العامة في مديريات الشهداء. يقيم قسم العلاقات في مؤسسة الشهداء اجتماع لمسؤولية شعب في العلاقات في المديريات. طبعا هذا الاجتماع مهم جدا من أجل وضع آلية موحدة منسقة يتم من خلالها العمل المشترك الذي نطمح من خلاله تحقيق أهداف المؤسسة. العلاقات دور كبير، العلاقات دور فاعل، دور مهم جدا في تحقيق الأهداف. العلاقات أصبحت الآن في البلدان المتقدمة ترتكز عليها بالدرجة الأولى في إنجاز الإنجاز وتحقيق أهدافها من خلال وعن طريق العلاقات. في الوقت الذي نرى أنه البلدان المتأخرة أصبحت الآن تدرك مدى أهمية العلاقات، نحن الآن في الشهداء في صدد فتح آفاق واسعة مع محيطنا الخارجي المتمثل بالوزارات والقطاعات الأخرى لإنجاز الفقرات المنصوص عليها وفق قانون المؤسسة رقم 3 لسنة 2006 والذي يعنى بتعيين ويتضمن تعيين ذوي الشهداء في الوزارات وأيضا احتساب المتراكم من موظفي الوزارة من المتراكم وأيضا احتساب الفصل السياسي وتثبيت العقود من ذوي الشهداء وامتيازات أخرى ومكاسب أخرى نستطيع الحصول عليها من خلال عمل علاقات متينة وعلاقات واسعة وعلاقات تمكننا أن نستطيع تحقيق هدف المؤسسة ونستطيع أن نحصل على نتائج طيبة وقيمة من خلال عمل العلاقات ودوره في المؤسسة. الاجتماع جاء منسجما مع سعي مؤسسة الشهداء الجاد للتواصل مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بحقوق وامتيازات ذوي الشهداء من أجل تذليل العقبات التي تعترض سبيل حصولهم على الحقوق والامتيازات المتعلقة بتلك الجهات، بعد أن اعتمدت المؤسسة نظام المنسقين في الوزارات والهيئات من أجل إنجاز ملفات ذوي الشهداء لدى تلك الجهات. اتطرقنا إلى هواية نقاط ووزعنا بعض المقترحات للحضور اللي حضروا بهذا المجتمع هذا الاجتماع، وكان من ضمنها مقترحات ومعوقات العمل اللي حيلاقيها قسم العلاقات في الوقت الحاضر والمستقبل. أنجزنا هواية أمور متعلقة بيننا وبين الوزارات بشكل عام بما يخص وزارة التربية ووزارة النفط وزارة بخصوص التعيينات بخصوص العلاقات اللي ربطت بيننا وبين المؤسسة بين المؤسسة وبين الوزارات الباقية وكيفية العمل عليها والتنسيق مع منسقين الوزارات بكافة الوزارات بكل جوانبهم.
ولأهمية العلاقات العامة باعتبارها الرابط الذي يربط مؤسسة الشهداء بالجهات الأخرى، فقد حرصت المؤسسة على تطوير شعب العلاقات العامة عبر زج العاملين فيها بنشاطات مختلفة، منها هذا الاجتماع الذي يهدف إلى حل المشكلات التي تعترض عمل شعب العلاقات العامة كي تتمكن من أداء واجبها في التنسيق والتخطيط وتوفير قنوات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة. كان اجتماعنا اليوم مع السيد أحمد البطاط مسؤول قسم العلاقات مدير الشهداء مؤسسة الشهداء، وتناول الاجتماع كيفية إظهار دور المؤسسة وأعمالها وإنجازاتها وإيصال صوتها إلى أعلى المستويات وما تقدمه المؤسسة من إنجازات، وإن شاء الله نكون فد صورة جيدة نمثل المؤسسة كل الوزارات. اليوم جئنا من مختلف المحافظات مسؤولي شعب العلاقات للاجتماع والوقوف على آخر ما يمكن أن نقوم به من خدمات إلى ذوي الشهداء. طبعا اليوم قسم الإعلام والعلاقات العامة وبصيغته الجديدة وجود قسم خاص بالعلاقات العامة اهتم كثيرا بأن يجتمع بمسؤولي الشعب للوصول إلى أفضل الصياغات والحلول التي تخدم كل قضايا الشهداء. وإذا كان البعض يرى في شعب العلاقات العامة مجرد حلقة تقع في نهاية السلم الإداري، فإن مؤسسة الشهداء تسعى إلى الارتقاء بهذه الشعب لتكون عاملا مهما في نجاح المؤسسة بجعلها تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف مؤسسة الشهداء. تدري ماما ايش قد افرح من اشوفك تقرا؟ ذكرتني بابوك الله يرحمه. تدري ماما احمد ابوك استشهد على موت كتاب؟ ابويا استشهد من ورا كتاب؟ اي ماما من ورا كتاب. معظم الأمم العريقة والعظيمة هي أمم مثقفة. أوصيك ابني اقرأ. تحت شعار العراق يقرأ، مؤسسة الشهداء تدعو ذوي الشهداء من الطلبة والمهتمين لزيارة مكتبة المؤسسة للاطلاع والاستفادة منها، علما أن المكتبة تحتوي على كتب ثقافية ودينية واجتماعية وعلمية. لنقرأ جميعا. العراق يقرأ. زار وفد مديرية الشهداء البصرة رفقة عضو لجنة الشهداء البرلمانية علي الربيعي مديرية خزينة البصرة للوقوف على إجراءاتها بصدد تنفيذ تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلقة بتعيين ذوي الشهداء حتى الدرجة الرابعة. لنتابع هذا التقرير. من أجل متابعة تنفيذ تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء زار وفد مديرية شهداء البصرة يرافقه عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين والضحايا في مجلس النواب علي الربيعي مديرية خزينة البصرة للاطلاع على إجراءاتها بشأن تعيين ذوي الشهداء في مؤسسات الدولة. زيارة لخزينة البصرة بعد تكليفها متابعة أو مواصلة أو استقبال طلبات المواطنين اللي كانوا متخرجين قبل سقوط النظام ومتضررين حتى الدرجة الرابعة، وحقيقة وجدنا عمل وشغل حثيث ومشكورين جدا، وخاصة في الأيام الأولى كان عملهم شاق، وتعرف المواطنين ومراجعاتهم وما يردوه، كل واحد يريد يعني ما إنجاز يخصه وهكذا،
والان ايضا هم مرتبين اليات عملهم بطريقه ايضا جيده جدا، وخاصه بالتعاون مع المؤسسات الاخرى، مؤسسه الشهداء ومؤسسه الجناء واداره الهجر المهجرين. وباذن الله تعالى ان شاء الله يتم تصنيف هذه المعاملات ورفعها الى بغداد لاتخاذ اللازم. المسؤولون في مديرية خزينة البصرة أشادوا بالتعاون الكبير الذي أبدته مديرية الشهداء البصرة من أجل إنجاز ملف تعيين ذوي الشهداء، الأمر الذي ساعد في تحقيق نسب إنجاز عالية تبشر بحسم الملف قبل انتهاء المدة المحددة في التعليمات وهي نهاية العام الحالي. العمل ويا مؤسسة الشهداء طبعاً يعني أدوا الواجب ويانا، لأن أول ما دزينا عليهم واتفقنا وياهم على صيغة معينة أنه راح نسوي لهم إياه على شكل وجبات الكتب وندز لهم إياه الفايلات مال المفصولين السياسيين حتى يصادقونا إياها، فهم يعني استقبلوا الموضوع بكل رحاب الصدر ودزينا لهم يعني 650 معاملة وصلت لهم على 3 وجبات. هسه جابون 200 معاملة مصادق عليها مكمليها، والباقي بعد يعني يمهم، فاحنا مشكرين من عندهم متعاونين ويانا يعني بدرجة. الزيارات الميدانية التي يقوم بها المسؤولون في مديرية شهداء البصرة إلى مديرية الخزينة في المحافظة تساعد في حل المشكلات وتذليل العقبات على طريق تعيين ذوي الشهداء. حصل الطالب أحمد صامت حاتم على شهادة الماجستير في علوم الحاسبات عن رسالته الموسومة المنظومة الإدارية لإيجاد أفضل الطرق في توجيه شبكات الحاسوب، ليضاف إلى كوكبة الطلبة من ذوي الشهداء الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة مؤسسة الشهداء. المزيد في هذا التقرير. اليوم نحط الرحال في جامعة بابل كلية العلوم قسم الحاسبات لحضور جلسة مناقشة رسالة الماجستير للطالب أحمد صامت حاتم عن رسالته الموسومة المنظومة الإدارية لإيجاد أفضل الطرق في توجيه شبكات الحاسوب. لجنة المناقشة التي تألفت من الدكتور توفيق عبد الخالق الأسدي رئيساً، والدكتورة علياء كريم عبد الحسن عضواً، والدكتورة يسرى حسين علي عضواً، والدكتور عباس محسن البكري عضواً ومشرفة، قررت وبعد مناقشة امتدت لساعات منح الطالب شهادة الماجستير في علوم الحاسبات بدرجة جيد جداً. وقد أجرت اللجنة مناقشة علنية للطالب المذكور، وأخذت بنظر الاعتبار الجهود العلمية المبذولة من قبل الطالب واستخدام المراجع ودفاع عن أسلوب رسالته وأسلوب بحثه والنتائج التي توصل إليها. وعليه قررت اللجنة سنادا إلى الفقرة 7 من المادة 33 من تعليمات الدراسات العليا منح الطالب ماجستير بدرجة جيد جدا. المتفوقون من ذوي الشهداء أثبتوا أنهم خير ورثة لمبادئ الشهداء حين تمكنوا من امتلاك ناصية العلم بمجرد أن أتيحت لهم الفرصة للحصول على الشهادات العليا، ليؤكدوا أنهم الأولى ببناء العراق الجديد. أنا عرفت الطالب أحمد صامت منذ كان في دراسة البكالوريوس ودرست بالماجستير، فكان طالب مجد وذو أخلاق عالية، والحمد لله توج هذا اليوم عمله بأطروحة متكاملة تتحدث عن مواضيع حديثة، استخدم مصادر حديثة. نرجو إلى التوفيق وأن يساهم في بناء العراق. حقيقة أنا أفتخر بهذا الطالب، كان طالب دؤوب رغم ظروفه الصعبة، أنا أعرف ظروفه، كان طالب دؤوب، طالب اشتغل بجهد، تميز بنشاط واضح، وقدم حقيقة عمل لطيف جدا ومبدع حسب تصوري الشخصي. يكاد يكون أول طالب عمل بحثي في مجال مالتي ايجنت سيستم، وهي إضافة تضاف حقيقة إلى كلية تكنولوجيا المعلومات وحصرا إلى قسم الحاسبات، وأدى كل ما وجهته به، وحقيقة قدم فد لمسات واضحة تكنولوجية
على السيستم اللي انجزه وبشهاده جميع الممتحنين اللي امتحنوه. وامانه اني اعطيته كل يعني الملاحظات اللطيفه واخذ بها كامله. اعضاء الحكومه المحليه في كربلاء المقدسه ثمنوا الدعم الذي قدمته وتقدمه المؤسسه الى ذوي الشهداء لتعويضهم عن الحيف الذي طالهم في حقبه حكم نظام البعث البائد، مشيدين بجهود المؤسسه في اعاده الحقوق الى اصحابها من ذوي الشهداء. بالحقيقة يعني مثل ما تعرفون أنه أغلب ذوي الشهداء أو حتى المواطنين العراقيين بشكل عام كانوا مظلومين في الحقبة السابقة بزمن الرئيس الهدام. الآن انفتحت الأمور أمامهم، بدأت الأمور تتطور أكثر وأكثر، الأمور يعني نحو الأحسن إن شاء الله. كثير من عوائل الشهداء بدأوا يسترجعون حقوقهم، وخصوصا أنا أشير إلى عوائل الشهداء في محافظة كربلاء. كان لهم مؤسسة الشهداء كان لها الدور الكبير في رفد كثير من عوائل الشهداء وارجاع حقوقهم يعني الى عوائلهم. الحقيقة اكو عمل يعني المفروض يكون اكثر، لكن الان العمل جيد جدا. شكر والشكر الجزيل الى مؤسسة الشهداء بشكل عام في العراق والى مؤسسة الشهداء في كربلاء لما قدمته لعوائل الشهداء وباسترجاع حقوقهم سواء كانت علمية او ثقافية او مادية. نحن رأينا كثير وعلى علاقة وصلة كبيرة في باعتباري أنا عضو مجلس محافظة كربلاء، باعتباري على صلة كبيرة بمؤسسة الشهداء وما تقدمه، رأيناها بأم عيوننا أنها قدمت الكثير والكثير إلى عوائل الشهداء. مديرية شهداء كربلاء المقدسة التي تفخر بانتماء الباحث أحمد صامت حاتم إليها تحرص على مؤازرة الطلبة من ذوي الشهداء، ومثلما وقفت إلى جانب الباحث في مراحل القبول والدراسة وإعداد البحث ها هي تقطف معه ثمار تلك المراحل بحصوله على الشهادة العليا. اليوم وكل يوم تتقدم عطاء ذوي الشهداء في بحيث تستمد القوة من دماء الشهداء، وبرعاية مؤسسة الشهداء نحضر اليوم لحضور مناقشة رسالة الماجستير للسيد أحمد صامت وهو من ذوي الشهداء، ونسأل الله العلي القدير أن يوفق ذوي الشهداء في طلب العلم وأن يحذو الجميع حذوة في زمن حيث كان نظام البعث البائد يمنع حصول ذوي الشهداء حصرا حتى على شهادة البكالوريوس. الباحث أحمد صامت حاتم ثمن جهود المؤسسة في رعاية الطلبة من ذوي الشهداء، مؤكدا أن الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته له المؤسسة في جميع مراحل دراسته كان عاملا مساعدا له في الحصول على الشهادة العليا. ناقش رسالة الموسومة Agency System to find the best path routing in a computer networks على قاعة كلية التكنولوجيا المعلومات في جامعة بابل، وتكونت اللجنة المناقشة من الأستاذ دكتور توفيق الأسدي رئيسا، والدكتورة المساعدة الدكتورة الأستاذ المساعدة الدكتورة علياء عضوا، والدكتورة يسرى حسين عضوا، ومشرفي الدكتور المساعد الأستاذ المساعد الدكتور عباس محسن البكري، وحصلت على درجة جيدة جدا، وأشكر الله وأشكر مؤسسة الشهداء التي رعتني ماديا ومعنويا، وأشكر حضورهم اليوم وشكرا جزيلا. وإذ تواصل المؤسسة دعمها الطلبة من ذوي الشهداء للحصول على الشهادات العليا في الاختصاصات المختلفة، فإنما تنطلق في ذلك من حرصها على الارتقاء بهم إلى مستوى يليق بتضحيات الشهداء. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.